بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعمل الزبدة الغير مملحة طبعا على حماية الشعر من التقصف والجفاف اللذين يؤديان لزيادة خشونة الشعر، لأن الزبدة تحتوي على الكثير من العناصر والمواد المغذية للشعر، رائعة جدا خصوصا إذا كانت من النوع البقري الطبيعي. الزبدة تكسب الشعر ملمس ناعم حريري من أول استعمال، تساهم أيضا في تكثيف الشعر وتطويله. هذه الوصفة لتكثيف الشعر وتطويله وحمايته من التقصف من أول استعمال ستلاحظين الفرق، رهيبة جدا وليست لها أي أعراض جانبية. في هذه الخلطة قلت بسيطة لتطويل الشعر وتكثيفه. نحتاج في هذه الوصفة إلى نحتاج إلى 4 ملاعق حسب طول شعرك. حسب طول شعرك استخدمي 4 ملاعق من الزبدة البقري الطازجة، أو استخدمي زبدة لور باك أو زبدة المراعي الغير مملحة. ضروري تكون الزبدة هنا غير مملحة، المراعي قلت أو لور باك، أو استخدمي الزبدة البقري الطازجة 3 ملاعق إلى 4 ملاعق حسب طول شعرك مذابة. نضيف عليها 4 ملاعق من الحليب السائل، حليب كذلك بقري طازج سائل. إذا لم يتوفر عندكم الحليب البقري يمكن استخدام أي نوع حليب سائل متوفر عندكم، كذلك مثلا المراعي أو أي نوع حليب متوفر عندكم. ونحتاج إلى 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون، 2 ملاعق طعام من زيت الزيتون، وملعقة من زيت الجليسرين. يمكن استبداله بزيت الخروع، زيت الجليسرين وليس الجليسرين، زيت الجليسرين يكون سائل وليس جليسرين اللي يكون ثقيل، زيت جليسرين 1 ملعقة طعام. إذا لم يتوفر عندكم زيت الجليسرين يمكن استبداله بقلت زيت الخروع. يمزج الخليط بهذا الشكل حتى نتحصل على خلطة رائعة جدا قلت لتطويل الشعر وتكثيفه. بهذا الشكل نخلط جيدا، راح يثقل الخليط معنا بهذا الشكل، لاحظي معي راح نتحصل على خلطة ثقيلة. شوفي معي جيدا بهذا الشكل نخلط جيدا حتى نتحصل على خلطة شبه كريمية بهذا الشكل، مع الخلط المستمر حتى تنسجم المكونات مع بعضها البعض. بهذا الشكل استمري في الخلط نتحصل على خلطة كريمية بهذا الشكل. على شعر يكون نظيف طبعا وزعي الخلطة على الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف مع التركيز على أطراف شعرك. رهيبة الوصفة للقضاء على تقصف الشعر والهيشان، رائعة جدا. وبعدها بعد ما توزعي الخلطة على الشعر البسي قبعة بلاستيك الخاصة بشعرك، القبعة الخاصة بالشعر أو فقط بواسطة النايلون بلاستيك. لفي شعرك فقط مدة نصف ساعة فقط تتحصلي على نتيجة رهيبة جدا. بعدها اغسلي شعرك بواسطة الشامبو الخاص بك. هذه الوصفة يمكنك كذلك تطبيقها لبنتك الصغيرة من عمر 3 سنوات فما فوق للحصول على شعر طويل كثيف ناعم جدا من أول استعمال، ستلاحظون الفرق. مع إن شاء الله قبل حلول العيد إن شاء الله ستتحصلون على النتيجة المرغوبة. هذه الوصفة إذا تبقت لديك منها
احتفظي بها في علبة في الثلاجة لن تفسد، واستخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع لنتائج أفضل، استخدميها 3 مرات في الأسبوع. هذه الوصفة صالحة لجميع أنواع الشعر، لكن صاحبات الشعر الدهني يضيفوا إلى هذه الوصفة 2 ملاعق طعام من الخل، أي نوع خل متوفر عندكم، أو ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون. قلت هذه الوصفة صالحة حتى للبنات الصغار، استخدميها لبنتك وشوفي النتيجة والفرق من أول استخدام. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو لدعمي على الاستمرار والمواصلة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.